دي احنا معانا على الهاتف النجمه الحاضره والغائبه، معانا طبعا مريم متولي احد نجوم هذا الفريق. ازيك يا مريم؟ ازاي حضرتك يا كابتن؟ عامل ايه؟ وحشانا وحشنا وجودك في الملعب. وحضرتك كمان والله يا عامل. يعني طبعا اكيد اصابتك منعتك، عندك اصابه في الكتف، كانت اصابه تراكميه، خليني اقول للساده المشاهدين. فضلت تعملي العمليه في الاوف سيزون، وكان المخطط ان انت ان شاء الله تلحقي البطوله دي، ولكن تأخرت قليلا في العلاج الطبيعي، فالكابتن يعني حمدي الصافي آثر عدم مشاركتك. طمنين عليك. أنا طبعا دلوقتي في مرحلة التأهيل يعني، ولسه قدامي إن شاء الله شهر أو أقل عشان أنزل الملعب تاني وإن شاء الله ألحق بطولة أفريقيا. طيب قولي لي يا مريم دلوقتي، يعني هل يعني الموضوع بس وقت يعني، ولا حاسه ببعض الالام لسه؟ يعني طمنينا اكتر عن حالتك، يعني هل الموضوع وقت واجراءات وتقويه الكتف شويه على لغايه ما انزل الملعب، ولا في وجع لسه انت حاسه بيه في كتفك؟ لا، هو المدى بتاع كتفي لسه ما جاش كامل، فعشان كده انا لازم المدى الاول يجي وبعدين ابتدي العب عادي. يعني انا في مرحله دلوقتي ان انا بجيب المدى وبقوي. يعني مشوار الكتف نفسه يبقى يرجع لوضعه الطبيعي، المشوار نفسه الكتف يتحرك بالمشوار الكامل بتاعه. هو فاضل له كام درجة بسيطة ويرجع ان شاء الله زي الاول، وبس انا ابتديت انزل العب شوية مع الفرقة، بس مش بشوط يعني، بلعب صوابع وبجرب وديفنس وكده، بتحرك معاهم عادي بس لسه مش بقدر اشوط. الف سلام عليك، وان شاء الله تلحقي اكيد افريقيا باذن الله، واحنا هنفضل نتابعك على طول. طب مريم قولي لي، انت بتبقي مع الفرقة في الملعب صح؟ ببقى معاهم بس يعني فوق في المدرجات، بس ببقى معاهم. يعني طب قولي لي كلمي معاهم تحت. طبعا ما انا عارف، لان في عدد معين لازم يكون قاعد على البنش، ده غصب عنك طبعا، ولكن قولي لي يعني شعورك ايه مع الفرقه؟ بتنفعلي يعني؟ كلميني، يمكن دي اول مره تحسي بالاحساس ده وانت قاعده بره طبعا غصب عنك، ولكن قولي لي احساسك بيكون ايه اثناء المباراه؟ اكيد هو مش حاجه حلوه خالص، بس دي حاجه يعني مره خالص، فببقى معاهم طبعا وبنفعل كل حاجه، ويعني ان شاء الله بقى نكسب ناخد. بس اوعي تنفعلي ولا حاجه وتروحي يعني عامله بايدك كده ولا حاجه، خلي بالك لا تنسي لا نفسك. باخد بالي. خلي بالك. طب انت شايفه مين اللي يعني موفق في الفرقه البطوله دي؟ شايفه مين يعني طبعا كلهم نجوم ما فيش شك، ولكن انت شايفه مين من زمايلك من زملاتك يعني في الملعب موفقين في البطوله؟ انا شايفه الفرقه كلها طبعا يعني بتأدي اداء كويس، والمحترفه كاترين ماشيه كويس مع الفرقه، ونور ياسين ونرمين انا شايفه ان هم يعني متالقين البطوله دي. طب قولي لي يا مريم برضو، يعني كاترينا شويه عايزين نقف على الموضوع ده، احنا كان في محترفه السنه اللي فاتت وكاترينا، ايه اللي بيميز كاترينا اكتر عن تيناره اللي كانت موجوده معانا السنه اللي فاتت؟ الاستقبال شويه احسن من ساي في الملعب، يعني ممكن تبقى هي اجرأ شويه من تيناره في الملعب. وطب والالتزام مثلا في التدريبات، لا جديه الاثنين ملتزمين، والجديه ملتزم، ما فيش حد جه ما كانش ملتزم، والجديه لا ملتزمه جدا وكده، ما عندهاش مشاكل في الموضوع ده خالص. اكيد. طيب شايفه بطوله افريقيا اللي جايه ازاي يا مريم؟ يعني في شهر 3، 3 شهور كتير، خلي بالك يعني هيبقى يعني زي ما بيقولوا يعني 3 شهور دول موسم كامل لوحده. شايفه ان احنا ده فتره هنقدر فيها نوصل بالفرقه لمرحله المصابين يرجعوا، المحترفين يزدادوا انسجاما مع الفرقه، من هنا لبطوله افريقيا بتهيألي 3 شهور يعني مش فتره قليله. هي الفترة يعني تقل 3 شهور، فيتحس ان هي كبيرة، بس هي مش كتير خالص، يعني هي قربت جدا. فطبعا هيتعمل اكيد ان شاء الله بعد كام ماتش من الدوري معسكر تاني للفرقة وكده عشان نلحق نأهل افريقيا، وكله بقى لو في حد مثلا مصاب او كده يتعالج، ولو في حد عنده حاجة مش مظبوطة يبتدي ان هو يتمرن عليها كويس كده، لان هي البطوله السنه دي ما اعتقدش خالص ان هي هتبقى سهله، بالذات كمان ان هي على ارضنا، فده ضغط اكبر علينا، وان احنا كمان خسرناها السنه اللي فاتت، فاكيد عايزين نعوض السنه دي، فدي حاجه لوحدها مش سهله يعني. صحيح يا مريم، وربنا يوفقك ويتم شفاك على خير. مريم متولي نجمه فريق النادي الاهلي للكره الطائره السيدات، يعني نورتينا على قناه النادي الاهلي، والف سلامه عليك، ويا رب نشوفك ملعب
قريبه، لان انت نجمه كبيره ونجمه كمان مهم في المنتخب. ارجع طبعا لضيف الكابتن احمد، كنا بنتكلم على تعليق على كلام كابتن محمد صلاح المدير الفني نادي سبورتنج. الكابتن محمد صلاح طبعا قال كلام واقعي جدا، وقال هدفه من البطوله ايه؟